السلام عليكم أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في القناة ديال جمالكم من الطبيعة. اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي هي جد فعالة ومهمة مهمة مهمة جدا، ومجربة مضمونة 100%، يعني وجربوها الناس بزاف. يعني عادة حطيتها لكم في هذا الفيديو هذا، وتنتمنى باش تعوقكم وتنال الإعجاب ديالكم وتجربوها وتعطيوها للعائلة ديالكم، يعني واللي محتاج بها. كيف ما تتشوفوا قدامكم يعني ثلاثة المكونات، هاد المكونات هادو هما اللي غادي يجعلوا الوحدة يعني تحمل، يعني اللي عندها ضعف المبايض، ضعف المبايض وضعف المخزون. يعني هاد المكونات هادي فهي طبيعية طبيعية، ويعني ومزيانة يعني باش الوحدة تحمل عليهم. أخواتي تنحتاجوا في الوصفة هذه معلقة ديال الحلبة، تنوضعوها في كاس، معكم كاس، نوضع هذيك المعلقة ديال الحلبة ما مطحوناش، يعني ما كاين اللي ما تيبغيش الحلبة مطحونة، يعني تنوضع معلقة ما مطحوناش، ومعلقة ديال حبة حلاوة والنافع تنزيدها على هذيك الحلبة، وتنوضع كذلك هذا العواد ديال القافة جهد معلقة، يعني بحال مطحونة، يعني تنزيدها على هاد المواد هادو اللي درتهم في الكاس، وتنطيب تنغلي الماء. بعد ما تنغلي تنزيدو على هاد المواد هادو، تنغطي الكاس لمدة 10 دقائق، يعني بحال ما هكا تنغطي هاد الكاس هذا لمدة 10 دقائق، يعني وتبقى نشرب هاد الماء هذا، تنشربو مع الصباح، تنشرب هاد الماء، تنصفي بعد ما تنصفي هاد الماء هذا وتنشربو مع الصباح، يعني مازال ما فطرت، مازال ما كليت حتى حاجة. يعني هاد الوصفة هادي مزيانة بزاف، عطيوها الناس اللي تيحتاجوها اللي تأخر عليهم الحمل، ويعني مزيانة ومجربة من قبل بزاف ديال الناس. عاد حطيتها في هاد الفيديو هذا، يعني ولا جربتوها وعطاتكم النتيجة خليو لي التعليق، التعليق في تحت الفيديو، ويعني وعطيوها للعائلة ديالكم اللي محتاجين. وتنشكركم بزاف على المتابعة ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.